طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم عشان نعرف سوا ايه اخبار كواليس بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الكونغو قبل مباراة الاهلي وبيتا كلاب الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة ان شاء الله مع مراسلنا كريم احمد. كريم صباح الخير عليك وتفضل، احنا سامعينك، يا ريت بقى تنقل لنا باختصار يعني ملخص كده للاجواء المحيطة بيك، تفضل. صباح الخير عليك زميلتي العزيزة نهاوند، وصباح الخير على زميلي العزيز كريم، وكل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا، شاشة قناة النادي الأهلي. خلاص يعني نقدر نقول بقى انتهت كل الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي على الجانب الإداري، الجانب الفني، جانب أيضا لاعبي النادي الأهلي. مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله ثقتنا كبيرة جدا في كل لاعيبة النادي الأهلي بالجدية والتركيز الكبير على مدار الأيام الماضية والتدريبات المميزة اللي كان فيها روح كبيرة جدا اللي تابعناها وكل جمهور النادي الأهلي تابعها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، مطمنانا بشكل كبير جدا ومديانا أمل كبير إن شاء الله إن احنا نعود من كنشاسة بثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا جدا في مشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية. يمكن زي ما بنتكلم طبعا على التحضيرات الأخيرة واستعدادات بيتسو موسيماني اللي كثف المحاضرات بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية، وهينهيها النهاردة بقى بمحاضرة فنية أخيرة قبل التوجه إلى استاد الشهداء اللي هيستقبل هذه المباراة في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت كنشاسة، 3 عصرا بتوقيت القاهرة. كل الأمور الحمد لله مشيت بشكل طيب ومطمئن جدا، لكن حابب أتكلم على نقطة مهمة جدا وهو الطقس. يمكن على مدار الأيام الماضية كانت الرطوبة عالية جدا مع حرارة، كمان اتكلمنا على ملعب الترتان وصعوبته مع فريق النادي الاهلي، لكن الحقيقه النهارده يعني عايز اقول رساله كبيره جدا اللي احنا شايفينها النهارده، الطقس مميز ورائع جدا، امطار غزيره جدا بدايه من الساعه 7 صباحا بتوقيت كينشاسا وصلت لدرجه السيول. يمكن الرطوبه يمكن لما تيجي تقرا خبر الرطوبه او كده تلاقي رطوبه عاليه 89 و87، لكن على ارض الواقع بما اننا متواجدين هنا لا، الرطوبه مش هتاثر بشكل كبير جدا لو استمر الطقس بهذا الشكل. امس كمان كنا في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء طبعا في كنشاسا، الطقس كمان كان طيب جدا، فقلنا قلنا يا رب ان شاء الله باذن الله بنتمنى يكون الطقس في موعد المباراه بهذا الشكل. فالحقيقه النهارده شكله يوم مميز جدا، ويا رب ان شاء الله تكون فتحه خير على لعيبه النادي الاهلي، ناس الفتره اللي فاتت كل المسؤولين سواء مسؤولي نادي فيتا كلاب الكونغولي سواء رئيسه النادي المدير الفني اكد على ان النادي الاهلي جبناه في هذا التوقيت عشان يكون الملعب ترتان وفي درجه حراره عاليه وفي رطوبه عاليه، لكن يعني ربنا كبير بقى زي ما بنقول الجو رائع ومميز جدا بالنسبه طبعا ليها ده التوقيت. لكن في موعد المباراه الساعه 2 ظهرا هيبقى في كمان توقع لسقوط امطار، كل الامر ده امر يعني طيب جدا للاعيبه النادي الاهلي تحديدا، لان سقوط الامطار بيهدي شويه الرطوبه العاليه جدا اللي كانت الايام الماضيه. ده بالنسبه طبعا لجانب الطقس. تحركنا ان شاء الله باذن الله هيكون الساعه 12 ظهرا هنا بتوقيت كنشاسا، الملعب بيبعد عن فندق الاقامه من 16 ل 17 دقيقه، انت عارفه طبعا اللوائح وعارف زميلي كريم طبعا وصول الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف، فكل الامور دي الحمد لله مهيئه بشكل كبير جدا مع التنسيق الكبير اللي قام بيه سفير مصر هنا حمدي شعبان مع ايضا كمان رئيس بعثه النادي الاهلي نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ العامر فاروق على تحركنا، ويكون في سيوله كبيره جدا ونوصل في الميعاد، لان عانينا بشكل كبير خلال الايام الماضيه في التحركات لان البلد زحام بشكل كبير جدا. ده بالنسبه طبعا لجانب التحرك، وبالنسبه ايضا كمان لجانب الطقس عايز اتكلم واطمن جمهور النادي الاهلي على عدد من اللاعبين اللي كان عليهم شكوك بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه. ابدا معاكي طبعا بطاهر محمد طاهر اللي ادى اداء مميز جدا وتدريب قوي خلال الايام الماضيه، يمكن اتدرب فردي في اول يوم لكن امبارح كانت جرعه تدريبيه قويه جدا لطاهر محمد طاهر. ينضم لي كمان عمرو السلاي اللي بيأكد جاهزيته ان شاء الله لهذه المباراه يكون متواجد على دكه البدلاء، ده امر طبعا بيترك للجهاز الفني لكن الجهازيه الفنيه والبدنيه ده امر مهم جدا. ينضم له محمد هاني اللي يمكن تعرض لكدمه قويه خلال اليوم الاول، لكن باصراره الكبير وبجديه محمد هاني وجديه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني ما فيش اعذار زي ما بيتسو موسيماني قال، طقس حراره ترتان كل الامور دي، عندنا هدف وحيد ان شاء الله الحصول على الثلاث نقاط. كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب للفريق النادي الاهلي، ينقصنا بقى ان شاء الله في ال 90 دقيقه يكون التوفيق معانا، وايضا كمان بيتسو موسيماني يكون مميز جدا في اختيار التشكيل الامس اللي يخوض به هذه المباراه. جاهزيه اللاعبين اتكلمنا عليها، الطقس اتكلمنا عليه، ان شاء الله باذن الله مهما كان عدد الجمهور 3000 30000 40000 كل الامور دي مش هتكون عائق ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي. هدف وحيد ان شاء الله لكل اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الاداري هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، واكيد هنكون مستمرين مع كل جمهورنا باذن الله لحظه بلحظه بننقل الاخبار والكواليس تحرك فريق النادي الاهلي، التشكيل اللي يخوض به النادي الاهلي هذه المباراه، تواجد الجماهير، درجه الحراره، كل الامور دي ان شاء الله هتكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال ايضا كمان الاستوديو التحليلي مع الكابتن ايمن شوقي. عوده ليكم في الاستوديو مره تانيه زميلتي العزيزه نهاوند زميلي العزيز كريم.
كل الشكر ليك كريم احمد زميلنا مراسل النادي الاهلي مع بعثه الفريق الاول لكره القدم في الكونغو، وان شاء الله موفقين والحمد لله، يعني اخبار مطمئنه الى حد كبير. عجبني جدا الكلام ده فعلا، فكره كمان ان بيقول لك ربنا كبير على قصه الطقس، ربما البعض كان بيحاول من خلال الطقس ان هو يكسب نقاط يعني لصالحه، ولكن هو زي ما شفنا كده وزي ما دكتور محمود كمان قال لنا في التليفون، لا الطقس حتى لو درجات الحراره مرتفعه ولكن في امطار، فده بيحسن من فكره هنا الرطوبه، وربما ده بيكون ايجابي جدا للعيبه او لعيبه الاهلي تحديدا، فدي نقطه كويسه. النقطه اعتقد اللي مش كويسه هو فكره هنا تاكيد حضور جماهير، يعني برضو دي اعتقد مش حاجه كنا حابين ان هي تبقى موجوده، لان احنا بنرجع ونتكلم ان مش ده قرارنا، مش ده كلامنا، ده الكلام اللي يعني كان فيه تصريح بشانه ان ده ما فيهوش عداله او عداله تنافسيه زي ما يتقال. فعلى كل حال احنا مش هنبص للحاجات دي اكيد، ولا فريقنا اكيد بيبص للحاجات دي، احنا عندنا ثقه، وباذن الله ان شاء الله الساعه 3 كده تكون مباراه كمان حلوه وفوز للاهلي. هنروح